وهل الطواف بقبور الأولياء والجلوس عندهم هو من التوحيد؟ وما حكم قراءة القرآن؟ وما حكم قراءة القرآن؟ وهل الطواف بقبور الأولياء والجلوس عندهم هو من التوحيد؟ وما حكم قراءة القرآن والدعاء عند القبور لأجل أن يخفف عنهم ذلك أو بنية الأجر لهم؟ أما الطواف بالقبور فهذا ممنوع، الطواف بالقبور ممنوع مطلقة، لا يطاف بشيء على وجه الأرض إلا بالكعبة فقط، لا يطاف على أي شيء على وجه الأرض إلا بالكعبة المشرفة التي هي بيت الله جل وعلا، وليطوفوا بالبيت العتيق، وغير ذلك لا يطاف على شيء على وجه الأرض طواف عبادة، لا القبور ولا المقامات ولا لا يطاف على أي شيء على وجه الأرض إلا بهذا البيت، البيت العتيق، بيت الله عز وجل. والطواف به ما هو بعبادة للبيت، عبادة لله جل وعلا، عبادة لله حول بيته العتيق في مسجده وبيته، فهو عبادة لله. أما من طاف على القبر فإن كان يرى أن هذا عبادة لله، هو لا يقصد القبر وإنما يطوف بزعمه تقربا إلى الله، فهذا بدعة، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، مثل الدعاء عند القبر، لا يجوز الدعاء عند القبر لأنه وسيلة إلى الشرك. لا تجوز الصلاة عند القبر، وإن كان المصلي يصلي لله وإن كان الداعي يدعو الله، لا يجوز ذلك عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك وهو بدعة. أما إن كان يقصد بالطواف التقرب إلى القبر فهذا شرك أكبر، إذا كان يقصد بالطواف التقرب إلى القبر وإلى الميت فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ينبغي أن يعرف هذا. وأما القراءة عند القبور فهي بدعة ما هي مشروعة، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا ما ورد أنهم يجون ويجلسون عند القبر ويقرؤون عنده القرآن، ولكن إذا زاروا القبور يسلمون عليها ويدعون لها وينصرفون، يسلم على الميت أو على القبور، السلام عليكم أيها السلام عليكم أهل القبور من المؤمنين، سلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور فإنه يدعو يسلم عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله إذا زار القبور أو مر بها، ولم يكن يقرأ القرآن عند القبور ولا على القبور ولا على الجنائز، هذه بدع محدثات ما أنزل الله بها من سلطان. أما الجلوس عند القبر، الجلوس عند القبر مدة طويلة فهذا اعتكاف، هذا من الاعتكاف عند القبور، مثل الذين يعتكفون على الأصنام، مثل الذين مروا مع موسى عليه السلام على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني يجلسون عندها رجاء بركتها ورجاء نفعها. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، الاعتكاف عبادة لله ولا يكون إلا في المساجد، لا يكون الاعتكاف عند القبور.